check. Another knockout! Rose Namajunas trying to close the show! She's going to break down the feet! That's it! I'm gonna show you how great I am. Great I am. او ماتش او حتى سبارنج ودي ولقيت نفسك ان انت متوتر اثناء الفايت؟ النهارده بقى في حلقه خاصه جدا بالموضوع ده هنتكلم ونتناقش ازاي اقدر اتحرر من الخوف قبل الفايت او حتى وانا بلعب الفايت على الرينج. اعزائي الملاكمين في كل بيت، اعزائي الملاكمين في كل مكان جوه مصر وبره مصر، اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. معاكم الملاكم الاولمبي رامي حلمي، لاعب اولمبياد لندن، بطل دوره العالم البحر المتوسط، بطل افريقيا، بطل العرب، واخيرا بطل مصر. احساس الخوف ده احساس طبيعي موجود في طبيعتنا البشريه، كل الناس بتمر بيه، حتى اعظم الابطال اللي بنشوفهم على الحلقه او في الحياه عموما عندهم نفس الاحساس. بس اللي بيفرق ما بين شخص او التاني انه ازاي بيقدر يسيطر على الخوف ده ويتعامل معاه، وده طبيعي لان محدش عنده الخوف او الاحساس بتاع الخوف نفسه مش موجود، لان مفيش انسان طبيعي ما بيخافش او بيتوتر او بيقلق. فاللي بيبين البطل الحقيقي هو انه بيفرق انه مقدار الخوف او التوتر عنده بيبقى ازاي او قد ايه. ولازم طبعا نكون عارفين جدا ان العصبيه والخوف والقلق من آلية البقاء على قيد الحياة أصلاً، وده لأن عقلنا دايماً بيحاول يحافظ على سلامتنا وبيحاول دايماً يتجنب الضرر. وفي وسط كلامنا ده هنقول حاجة قبل ما نخش في تفاصيل ودهاليز الحلقة بتاعتنا، هي نقطة صغيرة هتساعدك على السيطرة على الخوف. الخطوة دي من أهم الخطوات اللي لازم تاخدها في حياتك أو توصل لها، هي نقطة مهمة جداً وهي نقطة الوعي. الوعي ده قادر أنه ينقلك من درك تحت خالص من اللامبالاة واللا شعور وعدم السيطرة وعدم التعارف والتعامل مع الناس والبشر وفي الحلقة وبرا الحلقة، ويقدر الوعي هو انه يخليك في مكانة كبيرة جدا تقدر بيها ان انت تطور من نفسك وتوصل لأعلى المراتب برضو على الرينج وبرا الرينج. وجزء كبير جدا من الوعي هو معرفة ذاتك، انك توصل انك تعرف ايه النقطة اللي عندك خلل فيها وتبدأ تتعامل معاها وتصلحها من جواك وتقدر تسيطر عليها كويس. فجزء كبير جدا من الوعي هو موضوع حلقة النهاردة، وهو السيطرة على الخوف، انك تعرف ازاي تتعامل مع الخوف بتاعك وتفسره وتحلله وتقدر توصل انك تسيطر عليه، جزء كبير جدا من مرحلة الوعي اللي انت لازم تمر بيها في حياتك. تعال بقى دلوقتي اقولك على حاجات خاصة بموضوع الحلقة، هو ازاي انك تسيطر على خوفك قبل او اثناء الفايت. بس خلينا قبل ما ابدأ اقولك على الحاجات دي تكون عارف ان انت الاساس وكل اللي حواليك مجرد عوامل مساعده. حتى الحلقه دي بتكون عامل مساعد انها بس تلفت انتباهك او تديك هنت على نقطه معينه، لكن التغيير كله والتطور كله والوصول للوعي الكامل من جواك. الدخول في الفايت وخصوصا لو كنت بجينر او مبتدئ بتبقى حاله من حالات التهديد الجسدي، فطبيعي جدا ان جسمك يبدا يشد ويتشنج وتحس ان ضربات قلبك بتعلى وتحس ان انت في وضع مش مرتاح فيه ومش طبيعي وجسمك متشنج وفي رعشه في اطرافك او في جسمك، ده طبيعي جدا. فانا نصيحتي ليك علشان الموضوع ده ما يعلاش معاك، حاول ان انت قبل الفايت تختلي بنفسك 5 دقايق كده، اتمشى فيهم مع نفسك وابعد عن الناس كلها وابدا اتحاور مع نفسك. ولما تتحاور مع نفسك اتكلم مع نفسك باسلوب كله ثقه بالنفس، ايمان في الله وايمان في نفسك وانك تقدر تعمل اي حاجه وانك واثق من نفسك جدا ومتمكن جدا. ده هيخليك ان انت توصل لمرحله من الهدوء النفسي والثقه في النفس، وبالتدريج مع تكرار الفايتات ومع تكرار الوقفه دي مع نفسك قبل الفايت هتبدا واحده واحده ان انت تثق في نفسك، والادرينالين نفسه اللي كان عالي في يوم من الايام ومسبب لك التوتر والتشنج بدا يقل مع الوقت، وبدات تزيد ثقه في النفس وتبقى مرتاح اكتر وهادي. حاجة كمان مهمة جدا عايز اقولها لك، ان لما تيجي تلعب ماتشات ودية او ماتشات رسمية بطولة مثلا او حاجة كبيرة زي كده، ما تركزش قوي بدرجة مبالغة في الخصم اللي هتلعبه. يعني معنى كده كوتش ان انا ما فكرش فيه وانفض وبتاع، لا،
ركز، عندك جيم بلان تشتغل عليها بثقة وحزم مع نفسك، وان انت لازم تدعم نفسك كويس قوي وتثق في نفسك كويس جدا، ولما تتكلم مع نفسك تتكلم بتقدير مع ذاتك، لان ده مهم جدا في معرفة قيمة نفسك وان انت تثق في نفسك جدا. وبرضو في بعض الناس بتوصل انها تقول لك ايه ده انت هتلاعب بطل الميزان، تبقى انت ما انتش عامل حساب قوي للماتش، بس اول ما يقولوا لك كده تتأثر، اللي هو يعني المفروض اعمل ايه يعني، ده قوي عليا او كذا، ويبدا يقول لك انا الافضل ان انت تنسحب، مالوش لازمه انك تلعب وبتاع. كل الكلام ده اكس كبيره جدا، لازم ان انت تعمل للناس دي بلوك خالص. بالعكس، ده انت لازم تقول لهم ساعتها من جواك وفي وشهم I'm gonna show you how great I am، زي ما الاسطوره محمد علي كان بيقولها للعالم كله، انا هوريكم قد ايه انا عظيم. ودي تنفع مع نوعين من الناس، النوع اللي في صفك والنوع اللي ضدك. النوع اللي في صفك تقول لهم I'm gonna show you how great I am، قد ايه انتوا في يوم من الايام هتكونوا فخورين بيا. والناس اللي ضدك تقول لهم I'm gonna show you how great I am، انا هوريكم انا قد ايه عظيم، وهندمكم انكم في يوم من الايام احبطتوني او خليتوني ان انا ما اكونش واثق في نفسي. انا واثق في نفسي جدا وهوريكم انا قد ايه عظيم. فانت مش مطلوب منك غير انك تعمل اللي عليك، ولازم تقول لنفسك دايما انا بعمل اللي عليا، النتيجه دي بايد ربنا، كل اللي عليا ان انا بسعى واعمل اللي عليا. وحتى لو اللي انت هتلعبه اقوى منك او افضل منك، ثقتك في نفسك ان شاء الله هتكسبك عليه، وهتخليك ان انت توصل ان انت تغلبه، وهتكون مفاجاه للعالم كله، هتشوك اب ذا وورلد. وهنا نقطه مهمه جدا ممكن حد يوصل لها، هي نقطه الغرور، لازم نحذر منها. اوعى وابعد جدا عن موضوع الايجو او الغرور. في شعره بسيطة جدا ما بين الثقة في النفس والغرور. الثقة في النفس اني بسعى وبجتهد وبعمل اللي عليا وبحترم الخصم اللي قدامي، بس انا من جوايا انا عارف قيمة نفسي، وعارف ان بفضل الله مدام كل اللي عملته كويس وسعيد جدا، فانا واثق في ربنا وواثق في قدراتي. اما الغرور هو ان انا ما اجتهدش وما اعملش، واكون بقول على نفسي انا الافضل انا الافضل، وانا ما بسعاش وما بمشيش لكده وما بعملش اللي عليا على اكمل وجه. خلي بالكم كويس جدا يا ابطال ما بين الثقة والغرور، اوعوا تقعوا في الفخ ده. ودلوقتي نقطة كمان مهمة جدا لازم ان احنا نتكلم فيها ولازم ان احنا نمشي عليها، لازم ان انت تلعب سبارينجز كتير قبل الماتشات الرسمية او قبل البطولات. وده ليه؟ علشان تبدأ تتعود على جو الحلقة، الرهبة بتاعت الحلقة تقل من عندك، والسيطرة على الخوف ساعة الماتش الحقيقي هتكون في احسن حالتها، وهتعرف تسيطر جدا لانك هتكون متعود على النزالات او الماتشات او التعاملات على الرينج. فلازم تلعب ماتشات ودية كتير مع ناس مختلفة، علشان لما تيجي تلعب على الرينج في الماتش الاساسي تبقى انت ما انتش حاسس بالتغيير، لان في بعض الناس بتلعب مع زملاء التدريب بتوعهم بصفة مستمرة، فلما يجي يقابل واحد تاني مختلف على الحلقة يحس ان في حاجة غلط. فلازم ان انت تتعود انك تلعب في اكتر من مكان واكتر من شخص. ودلوقتي نقطة كده سايكولوجي مهمة جدا، هو حتة ان انت لو هتلعب واحد عنده جمهور كتير والناس كلها عمالة تشجعه هو، وانت حاسس بان انت لوحدك، تعمل ايه في اللحظة دي؟ بغض النظر عن انك لازم تكون واثق في نفسك وان ما يفرقش كل ده معاك، في نقطة سيكولوجي كده بسيطة هنتكلم فيها، هو حتة ان انت اعتبر ان الجمهور ده بيشجعك انت. يعني لو عقلك لعبك لعبه. يعني ايه الكلمة دي او يعني ايه الجملة دي؟ يعني ابدأ اعتبر نفسك اللي انت اللي معاك الجمهور، او انت صاحب الارض. اتعامل ان الحلقة دي مملكتي وانا ملك عليها، الناس الجمهور اللي بيشجع ده بيشجعني انا، الناس اللي حواليا والارض والملعب وكل حاجة في ايدي انا، انا الافضل وانا المسيطر وانا ملك الرينج. لو قدرت توصل للاحساس ده بجد، وقدرت ان انت تسيطر على عقلك بالشكل ده، الرهبة هتروح تماما، وهتلاقي نفسك بتلعب بأريحية جدا. بالعكس، ده انت دبت فيك طاقة رهيبة وثقة زيادة، وقدرت ان انت تكسر الدنيا وتلعب بأفضل أداء ليك. ونقطة أخيرة هنتكلم فيها قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا، وهي نقطة الشحن. لازم تشحن نفسك بالطاقة. وفي مقولة قوية جدا انا حطيتها قب قدامي دايما ببص عليها، من ضمن الكلمات اللي انا حاططها قدامي على الحيطة كده بكتبها وبحطها قدامي عشان تفضل على طول في السبكونشز او العقل الباطن بتاعي، هي كلمة البروسلي الاسطورة بتاعت الكونغ فو، لما قال استخدم طاقتك لا قوتك. الطاقة دي لازم تتشحن زي الباتري بالظبط. انت ساعات تحس ان انت فايق جدا وكويس جدا وبتأدي، وفي يوم تاني تحس ان انت لو باتري او البطارية عندك منخفضة. فلازم تشحن نفسك دايما، وخصوصا قبل الفايت. افضل قول لنفسك الكلمات التحفيزية، اسمع فيديوهات او اتفرج على فيديوهات قبل الماتش تحفيزية موتيفيشنال، اقرأ موتيفيشنال كوتس، حفز نفسك، شوف الدخلة بتاعتك، كل انسان ليه طريقة معينة، اكتب الحاجات اللي بتوصلك واللي بتحس بيها وابدأ ان انت شوفها قبل الفايت. ده هيخليك ان انت تتشحن، ولو طاقتك عليت انت لو بتلعب بطل عالم هتوقعه كي او.
كده انا اديتك شويه معلومات بسيطه للسيطره على الخوف على الحلقه. لو عرفت ان انت تعملها او خدتها بالتدريج او كتبتها في ورقه ورايا واحنا بنتكلم وخدتها نقط، انت هتوصل ان انت حتى لو بيجنر وبقالك 3 شهور بس بتلعب، انت هتوصل ان عندك الثقه انك تلعب واحد بقاله 10 و20 سنه، وممكن باذن الله كمان باجتهادك وتركيزك وثقتك في الله وفي نفسك هتقدر ان انت تكسبه في يوم من الايام. كل التوفيق ليكم، شدوا حيلكم، بتمنى لكم التوفيق. اللي عنده اي كومنت او اي سؤال او اي حاجه يسيبها لنا في الكومنتس تحت الفيديو. اتمنى اكون فدتكم في الحلقه دي، واشوفكم في حلقه جديده. ما تنسوش تعملوا شير لايك سبسكرايب للقناه. اشوفكم على خير يا ابطال، تشاو.